وللحديث عن استمرار أزمة المخفيين قسرا في العراق ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين. أهلا ومرحبا بك دكتور أيمن. يلا أخي الكريم، وتحية للمشاهدين الكرام. دكتور، المنظمات الحقوقية والإنسانية لا تزال تؤكد غياب أي تحرك حكومي لتبيان مصير المخفيين قسرا في البلاد، هل هذا التراخي الحكومي برأيكم مقصود؟ أخي الكريم، التراخي يعني حقيقة كلمة دبلوماسية للواقع الحالي، الواقع في العراق. الحكومة تتستر على هذه الجرائم، نعم، بل وهي تحمي مرتكبيها، مرتكبي هذه الجرائم، تحميهم بالقانون. نعم، هنالك نصوص قانونية، ولا سيما في قانون العقوبات العراقي المادة 40 وغيرها، مواد تقرأها تستشف منها حماية الأشخاص المرتكبين، وبالنتيجة لدينا يعني هذا كله يعضد التقارير الكثيرة التي تؤكد تورط حكومات الاحتلال المتعاقبة بهذه الجرائم بحق المدنيين في العراق، ولا سيما بعد 2014 بذريعة مكافحة الإرهاب وما رافق هذه الذريعة من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ومنها هذه الجرائم الخطيرة المركبة التي تؤثر على الضحية. نعم، وتؤثر على ذوي الضحية وعلى المجتمع ككل. طيب، في هذا الإطار يعني كيف يمكن ضمان عدم تكرار حالات الإخفاء القسري ضد المدنيين في البلاد، لا سيما أن الجهات التي تقوم بهذه الجرائم ومنها الميليشيات كما قلتم محمية؟ أخي الكريم، العلة في أنه لا توجد إرادة سياسية في العراق لتجريم حالات الاختفاء القسري. تخيل، إلى اليوم، إلى هذه الساعة، لا ينص قانون العقوبات العراقي على تجريم حالات الاختفاء القسري كجرائم محدودة محددة معرفة، لأن يعني المشكلة في ذلك هو الطرف المرتكب في حالات الاختفاء القسري، هي الحكومة أو القوات الحكومية أو الجهات العاملة برخصة حكومية أو الجهات التي تحمل السلاح يعني بضمان حكومي أو بغطاء رسمي. وبالتالي لدينا هنا يعني مسألة واضحة جدا، أن الحكومة لا يمكن لها أن تكون طرفا في حل هذه المشكلة. نعم، ما لم يوجد إرادة حقيقية في تحقيق هذا الأمر، الذي هو يعني لدينا العراق اليوم أكثر البلدان في العالم احتواء على حالات الاختفاء القسري، ومع ذلك حكومات الاحتلال المتعاقبة لم تأبه لهذا الموضوع. وحقيقة حتى موقف المجتمع الدولي مريب في هذا الأمر. طيب، ما هو سر غياب أي تعويضات لأسر المخفيين قسرا في البلاد، لا سيما أن الفاعلين ظاهرين للعيان وتساق لهم الاتهامات حتى من شركاء العملية السياسية أنفسهم؟ أخي الكريم، هو يعني إحنا اليوم لدينا العراق طرف في اتفاقية لحماية الأشخاص من جميع أشكال الاختفاء القسري. بنفس الوقت هذا يفرض على الحكومة التزامات لم تؤلي الحكومة جهدا في تحقيق أي من هذه الالتزامات. فما بالك بالتعويضات التي هي يعني طبعا مسألة الجبر اللائق والمجدي، هذا أمر ضروري لضحايا الاختفاء القسري ولذويهم. لكن هنالك التزامات أخرى كثيرة. اليوم لدينا مئات الحالات الموثقة في خلال السنة الماضية، لا يوجد، الحكومة لم تقدم بشأنهم أي معلومات عن مكان أو احتجاز الضحايا أو مصير هؤلاء الضحايا. طيب، عدم إنهاء ملف المخفيين واستمرار الاعتقالات خارج إطار القانون، لا سيما قبل الانتخابات المبكرة التي يزعم إجراؤها في العراق، إلى أي مدى يمكن
اعتماده كمؤشر أن التغيير أن التغيير الذي تعد به الحكومة عبر الانتخابات المبكرة لن ينفذ منه شيء؟ أخي هذه رسالة من قسم حقوق الإنسان إلى جميع الواهمين، إلى جميع العراقيين الواهمين بتحقيق أي تغيير على أرض الواقع، أي تغيير على أرض الواقع، وأنه يعني حتى بمقدم حكومة الكاظمي تعهدت الحكومة وقطعت عهدا على نفسها في أمور كثيرة، منها الانتهاكات ومنها لا سيما الاختفاء القسري، ولكن كل هذا لم يتحقق ولم حتى لم يشرع في تحقيقه. يعني اليوم احنا امام مسألة مجرد كسب الوقت، مجرد هدر الحقوق. طيب تتخيل لجان تحقيقية الغرض منها طمس الحقيقة وليس اظهارها وليس معاقبة ال طيب يعني في 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 ظل هذا الإطار دكتور، ما هو المطلوب من الأمم المتحدة وبعثتها الموجودة في العراق يعني لإلغاء كل هذه الأمور أو تقليل الإخفاء القسري، وما مبرر صمتهم؟ أخي الكريم، الأمم المتحدة منذ سنوات تكتفي بإبداء القلق الشديد والقلق العميق إزاء هذه الحالات الصارخة حقيقة، لكن مع ذلك نحن نجدد دعوتنا إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس حقوق الإنسان فيها إلى تفعيل التوصيات التي جاءت بها لجنة تقصي الحقائق في حالات الاختفاء القسري في العراق. يعني اليوم احنا لدينا توصيات منذ أكثر من 5 سنوات لم يتم تنفيذها ولم يتم متابعة إجراءات الحكومية بشأن تنفيذها. نعم. فلا سيما يعني نرجو أنه وندعو ونناشد مجلس حقوق الإنسان أن يتدخل بهذا الموضوع. نعم. والتوصيات التي وضعتها اللجنة الخاصة به نريدها أن تكون توصيات حقيقية وترى النور كما يقول. نعم. مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك.